هو اللواء الركن عامر بن سالم بن مبارك العمري قائد قوة السلطان الخاصة، وقد تم تعيينه إلى رتبة لواء بمرسوم سلطاني رقم 4 على 2013، حيث جاء في نص المرسوم: نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35 على 90 بإصدار قانون الشرطة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 على 2013 بإنشاء كلية الدفاع الوطني وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 على 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. حيث جاء في المادة الثالثة: يرقى العميد الركن عامر بن سالم بن مبارك العمري قائد قوة السلطان الخاصة إلى رتبة لواء. وجاء في المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 25 من صفر سنة 1434 للهجرة، الموافق 8 من يناير سنة 2013 للميلاد. قابوس بن سعيد سلطان عمان. نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 998 الصادر في 12 من يناير عام 2013 للميلاد.